توجد مناطق بدول العالم ذات طابع ثقافي ومعماري وحضاري خاص بيميزها عن غيرها، منها المثير للدهشة وغيرها بيحمل قصص التاريخ وأسراره. ومنلاقي كمان مدن غريبة بالعالم تتميز بطابع خاص، مثل كوبر بيدي، أغرب مدينة بأستراليا، ببساطة لأنها تقع تحت الأرض، مكونة من بيوت مبنية داخل المحاجر القديمة. المكان جيد جداً للعيش لو كنت ما بتحب التعرض لأشعة الشمس، ومعظم التعاملات بتصير تحت الأرض، حتى البيع والشراء والخروج لتناول الطعام. ومن أستراليا للصين، وتحديداً لتيمز تاون، مدينة صغيرة بتحاكي الطراز المعماري البريطاني بوسط آسيا. تحتوي الكثير من المباني اللي بتحاكي الطراز المعماري البريطاني القديم، وبتشعر وكأنك مو بآسيا وإنما ببريطانيا. وبالصين أيضاً أنشأ جيل من الأقزام مدينة ما بتجاوز طول سكانها 130 سنتيمتر. بيشعر السائح العادي وقت زيارته المدينة إنه رجل عملاق دخل عالم القصص الخرافية. وإذا كنت بتحب الشطرنج فلازم تزور مدينة إليستا بروسيا. مصمم هالمدينة كان مولع بشكل كبير بالشطرنج، حتى أنه حول المباني والأماكن العامة فيها لتصميمات إلها علاقة بالشطرنج بشكل مباشر أو غير مباشر. ومنختم مع جزيرة المدينة الحربية باليابان، مدينة صغيرة وهادئة وسط المياه، بقيت مهجورة وقت طويل جداً، لكن كان في شغف دائم عند الكثير من الناس لزيارتها والاطلاع عليها، وهذا اللي قامت فيه السلطات مؤخراً باليابان، فسمحت للناس بالذهاب وإرضاء شغفهم بالتجول بين مبانيها المهجورة. فلو صح لكم زيارة لوحدة من هالمدن، أي مدينة رح تختاروا؟